هلا بتلاقيه مثل المجنون لاني تركته. تركتيه؟ عشانك. بعدين ليه كنت برن عليك وما بترد علي؟ البيك عصام رمالي تليفوني على البحر. وأنا كمان أخذ تليفوني ورماه في المي. بس هذا مش عذر، لو كنت بتحبني كنت دورت علي. فكرتك هذا عشمك فيي؟ حبيبتي أنا آسف، بس بوعدك وعد شرف إني ما أغيب عنك ولا لحظة واحدة. انت مستعجل ليه؟ خلينا نحكي بالاول. البقاء للاقوى. ما بيقدر يعمل معي إشي، العصمة بإيدي، وبعدين أنا بعرف عنه كل إشي. هشام أنا تركته علشانك. عن جد؟ بعدين هاي الشقة مدفوع آجارها لشهر، نعمل شل جديد. لا أنا ما برضها. بعدين ما بتحملش انك تقعدي مع واحد. هاي شكلك. حبيبة قلبي. من قلبك ولا عشان الشكات؟ من جوات صمصيم قلبي. اوكي خلينا نتجوز. شو رأيك بعد العدة؟ هشام مالك؟ فاجأتيني.